بسم الله، في أداة ممكن نحن نحطها بحيث إن احنا نتأكد إن القط دوت في اتجاه اليمين، إن أنا أقول له بوينت إن دايركشن 90. ممكن لو خليتها 0 يبقى كده هيبص لفوق، ممكن أقول له خليها مثلا 180 يبص لتحت، فخلينا نقول له خليها بزاوية 90. تمام، ده عشان أتأكد إن كل مرة هيبدأ من النقطة ديت. تمام، ممكن نروح نقل كل الأوامر دي موجودة هنا، أحطها تحت البوينت ان دايركشن، يبقى اوتوماتيك اول ما ادوس بوينت ان دايركشن هيروح مظبط زاويه 90، وبعد كده يروح دايس القلم عشان اكتب، ويخلي لون القلم باللون دوت اي لون انا عايزه. وبعد كده يدخل في حلقه تكراريه 4 مرات. الحلقه التكراريه عباره ان هو يتحرك 100 خطوه، وبعد كده يغير الزاويه ل 90، وبعد كده يعمل صوت. طيب خليني اقول له كررها 3 مرات مش 4، ومقابل كده بدل ما هي زاوية 90 هخليها 120. تمام، وأبدأ أدوس ألاقي إن هو رسم لي مثلث. تمام، ممكن أعمل ريبيت تاني أهيت 40، أخلي دي مثلا 4 مرات، وهقول له كرر لي الأمر دي كلها، بحيث يبقى دي معايا ودي معايا. ال 120 ديت هنخليها كام؟ نخليها 90 بالشكل دوت. اقول له كلير عشان امسح كله، واقول له ايه ابدا ارسم. طب سريعة قوي قوي قوي، انا مش قادر افهم ايه الخطوات اللي هو عملها، فهضطر ان انا استعين بأداة موجودة هنا اسمها ان انا اقول له wait 1 second. تمام، ممكن احطها كل شوية مفيش مشكلة، يعني بين كل خطوة وخطوة يوقف ثانية واحدة افهم بس هو عمل ايه، وبعد كده اتنقل للخطوة اللي بعديها. تمام، اهو دي الخطوة الأولى، وبعد كده رسم مثلث، وبعد كده من مكانه دوت اتعدل وبدأ يرسم في المربع. وبعد كده اتعدل كده. طيب حتى الصوت بدأ يبقى واضح بقى، كل فينا ونوى كده في ثانية كده ياخد ريست فيها. تمام، طيب أنا عايز أول ما أدوس على الشكل دوت يبدأ الأمر ده يتحرك، فهقول له لما أدوس على القطة دوت ابدأ نفس الأمر. أدوس كلير الأول، أول ما أدوس على القطة يبدأ يتحرك الأمر بتاعتي. تمام، يعني ممكن اقول له اخليها بقى لعبه بدل ما هو بيرسم حاجه تخبط في حاجه مثلا. فزي ما شايف الاوامر سهله، برمجه بدون كود، انا ما بكتبش حاجه خالص تقريبا. الكيبورد ما استخدمتوش غير في ان انا بس اغير ارقام من 3 ل 4، من 100 عايز اغير مثلا عدد الخطوات، بدل 100 اخليها مثلا 120، يعني كلها مجرد ان انا غيرت الارقام بس، ما عادش اكتب اكواد وشفرات وسيمي كولون والحاجات دي كلها. فده بيبقى مبدئيا سهل ان الطفل يبدا يتعلم الفكره بتاعت البرمجه، ان هو يفهم الكمبيوتر بيتعامل ازاي مع الاوامر اللي بتجيله. ان انا لما بدوس رايت كليك ايه اللي بيحصل؟ ايه الخطوات اللي بتحصل عشان يبدا ينفذ الحاجه اللي انا عايزها؟ فيبقى سهل بالنسبه له ان هو يعمل العاب خاصه بيه، وبعد كده يبدا يعمل برامج خاصه بيه. اخوكم عمر.